مرحبا فيصل. أهلين محمود، طمني شو صار معك؟ قدرت تعرف البنت من مين حامل؟ لك يا ابني هلأ مو وقت الأخذ والعطا، هن انطلبوا الشرطة وهربت. شو؟ عن جد عم تحكي؟ ليش شو صار؟ تركني من هالحكي الله يوفقك، أنت جهز لي أغراضي فورا وجيبهم على العنوان اللي رح أبعت لك إياه. لا تتأخر، لازم هالكم يوم أبعد عن الوش وما أظهر أبدا، الشرطة عم تلاحقني. احمل حالك وتعال تخبى هون عندي، البيت بيتك يا زلمة. لك شبك بيتك أول مكان رح يدوروا علي فيه. هلأ تركني من هالحكي واسمعني، أنا معي مبلغ كتير منيح بالشنتاي السودا تبعي، جيبهم معك وانت جاي. ماشي محمود، بس ما عرفت رفيف من مين حامل؟ الظاهر واحد واطي قليل شرف من ضيعتنا، أنا لسه ما عرفت مين هو، بس أول ما أعرف مين صدقني ما رح تمر ساعة بدون ما أكون قاتله. يلا بخاطرك. صرتي أحسن؟ إيه تحسنت الحمد لله. رح أجيب لك كاسة مي وأرجع. عم بيجعك شي؟ لا بنوب، بعد إذنكم بدي أغسل وأرجع. خالي أنا بعتذر منك. ليش؟ كنت لازم أفهم أنه رفيف لهالسبب إجت من الضيعة، ليش ما خبرتني بالقصة؟ لو ما في سبب قوي ما كنت بتعترض على حبي إلها. كيف ما فهمت هالشي؟ أنت شو بيعرفك؟ ما بتخطر على البال؟ ما ضل شي وما قلته عنك، يا ترى رح تقدر تسامحني؟ لا تعتذر ولا يهمك، أنت ما غلطت. لا خالي أنا غلطت، ما كان لازم حبي إلها يعمي عيوني بنوب. طول حياتي أنا بوثق بكلامك، لما قلت لي لا كنت لازم أسكت. خلص سكر على الموضوع ولا تفتحه مرة تانية. ما حدا بيعرف إنه رفيف حامل، ماشي؟ وما لازم نفضحها للبنت، خلي هالحكي بيناتنا، تمام؟ ما بدي حدا يدرى. أي مثل ما بدك بيصير، أنا صار لازم روح. لوين بدك تروح؟ استنى بنطلع سوا، برا خطر عليك. حابب أبقى لحالي شوي. تمام، بس بوشك على البيت، اتفقنا؟ يلا. في أي أخبار جديدة عن ديما؟ بظن بعد شوي بتوصل على البيت. عمران كمان مو مبين لهلأ، إن شاء الله ما يطول الخلاف اللي بينهم أكتر من هيك. لا شو هالحكي زياد بيك، هن الاثنين فهمانين وعاقلين، هلأ بيكونوا تصالحوا ومشي الحال. أهلا وسهلا بنتي. مساء الخير. مساء الخيرات يا عمري. وينك لهلأ بنتي؟ قلقتين عليكي. لشو القلق عمو؟ كنت بالمكتب عندي شغل. تعي تفضلي عادي، خلينا نحكي شوي. لا تواخذني تعبانة وبدي اطلع ارتاح. ماشي على راحتك، تصبحوا على خير. تلاقي الخير. بصراحة أنا ماني مرتاح لهالقصة نعمة خانم. طلعي وحكي مع البنت، إذا فيها شيء أو عندها مشكلة أعرفي بطريقتك، لازم نساعدها. البنت هلأ حامل وما بيصير تتضايق. لا تشغل بالك أبدا، بروح وبحاكيها بعد شوي، بس هلأ خليها ترتاح. متضايقة من حالي ومقهورة، أنا كيف انخدعت بهالإنسان هيك وصدقت إنه بيحبني؟ أمينة لا تلومي حالك، أنتي ما قلك ذنب بالموضوع، هو استغلت طيبة قلبك وحسن نيتك وصدقتي؟ طيب أنتو من زمان بتعرفوا بعضكن؟ من أيام الثانوي بلاحقني، بالأول كان يبعث لي رسائل
وكنت شقهم وكبهم بساعتها. شو بيعرفني؟ قلت بركي بيتركني بحالي وبرتاح، بس شوفت عينك كل اللي صار فيني من تحت راسه اصلا. الله يحميكي منه، ما عاد يقدر يفوت لهون ابدا. شكرا. وقع لي على أقوالك عمران بيك. نحن جمعنا الأدلة اللازمة وقدرنا نرفع بصمات إيده. الجيران قال سمعوا صوت إطلاق نار، بس ما لقينا الرصاصة الفاضية، ممكن تكون وقعت بالبحر. لقينا له برا كتير دعسات كأنه كان مراقب البيت. حضرة الضابط، البيت فيه كاميرات مراقبة، يعني ما بظن إنه مهمة صعبة. هويته وأوصافه بالتفصيل بين إيدينا، شغلة كم يوم وبنوصل لنتيجة، بس بدي ما تنسوا تغيروا قفولة البيت بأسرع وقت. ايه، وكمان إذا صار واتصل على موبايل حدا من العيلة يا ريت إنكم تردوا عليه. حاولوا تفهموا منه وين هو وقولوا له إنكم أنتوا حابين تشوفوا. بهالطريقة بس منقدر نوقعه بالفخ. ما قصرت، شكرا لك. العفو، الحمد لله على سلامتكم. كمال بيك، الموضوع صار عندك ويا ريت تخبرني بأي مستجدات. بأسرع وقت هالزلمة لازم تلاقوها. إن شاء الله يا بيك. ناطر اتصالك. ديما، بنتي قلقتينا عليكي كتير، كنت مسكرة موبايلك وعمران اتصل فيك شي 100 مرة. ليش لتقلقي؟ ما في لزوم ابدا. ليكي حياتنا بتاخد العقل وما في شي مضايقنا. صاير شي ديما؟ شو مشكلتك؟ معقول عم تسأليني عن جد؟ بصراحة ما عم صدق اذني. ما في لزوم تكبري قصة الحمل تبع رفيف كل هالقد، ما حكينا بهذا الموضوع؟ ايه مزبوط. وبعدين؟ برأيك كل شيء انتهى؟ بالنسبة إليك الأمور منيحة؟ حضرتك متعودة على هالتمثيليات الطويلة، بس أنا مالي هيك، فهمتي علي؟ لعلمك ما صار معي هيك شيء طول عمري. اصحي على حالك ديما، نحن ما في داعي لنجرح بعضنا بنوب، وديري بالك منيح على الكلام اللي عم تقولي. فهمت ليش أنت عم تعملي هيك؟ حتى متأكدة. لك شو عم تقولي أنت؟ أنت عم تحاولي إنه تخلصي مني، كنتي رافضة صير كنتك من الأول. شو هاد؟ استغفر الله، شو له لزوم هذا الحكي؟ هداك اليوم بقبرص إجت الفرصة لحد عندك. ديما ما بتجيب أولاد، قلتي بروح بلاقي له لابني بنت صبية وأحلى منها ورح خليها تحمل بحفيدي مشان عمران يتزوج هالبنت وديما تنقلع جهنم الحمرة، ما هيك؟ خلاص بكفي هالحكي كله، أوهام سخيفة براسك مو أكتر. اسمعيني ديما، أنا كنت واقفة معك وجنبك لحد اليوم، بس يا ريت ما تختبري صبري ولا تتخطي حدودك. وشو بيصير إذا ما سويتي اللي قلتي عليه؟ رح تلاقي حالك قدام الباب لا حول ولا قوة. أصلاً هاي هي غايتكن، وليك قلتيها بعضمة لسانك. ليكي ديما، لليوم أنا ساكتة وما كنت حماية لإلك أبداً، بالعكس تماماً كنت على طول واقفة بصفك، بس لا تخليني ورجيك الوش التاني، ولا تستغلي طيبة قلبي لأنك رح تصفي لحالك. ما بدي هاد الولد يشوف الضوء. هالولد رح يخلق إن شاء الله، حتى لو كنتي رافضة رح يخلق غصب عنك. هو لازم يموت، والمرأة اللي حاملته لازم تنقلع برات البيت. عم تحكي هالحكي من كل عقلك؟ ما عاد بدي الولد، كنت بدي اياه وتراجعت. احسن لك تعقل وبلا جنان، القصه مو لعب ولاد صغار.
أنا عاقلي مرت عمي. ليجي عمران رح خبره كمان. ما بدي إياه. عمران ما رح يقتل ابنه لأنه حضرتك ما عاد بدك إياه، وأنت بتعرفي هالحكي. بس يجي عمران رح أكشف الحقيقة. رح أقول له إنه هالولد مانو ابني، رح أقول له إنه هالحمل صار منه ومن رفيف. لا مستحيل تكوني بهالغباء. فكري وتخيلي إذا عمران عرف الحقيقة، شو رح يصير وقتها يا ترى؟ أنت اللي رح تكوني الغالية عنده؟ ولا رفيف وابنها؟ خبري إذا كنتي واثقة بحالك. ايه شو صار؟ احكي لي شو قالت لك ديما. عادي ما في داعي للخوف زياد بيك، المره ضايق خلقها شوي وقعدنا وحكينا انا وياها. ما قالت لك شو كانت مشكلتها مع عمران؟ قصص ما بينحكى فيها، وانا حكيت معها واقنعتها انه تحل كل هالاشكالات. هيك مفروض يصير. بما انه بيعرفوا يعملوا مشاكل لازم يعرفوا يتصالحوا كمان، يعني هي هي القاعدة الأساسية بالزواج، ولا أنا غلطان بهالحكي؟ لا معك حق، المتجوزين بيتخانقوا وبيتصالحوا، المهم الاحترام والثقة والتفاهم. بيجي تحصيل حاصل. بكرة بس يشوفوا ابنهم لا رح يضل بيناتهم خلافات ولا مشاكل إن شاء الله، ورح ذكرك باللي قلته. ليولد حفيدي السعادة رح تعبي قلوبنا ودنيتنا. إن شاء الله زياد بيك، إن شاء الله. برأيك رح يمسكوه لمحمود؟ المحامي رح يتابع الموضوع للآخر، بأقرب وقت رح يمسكوه لا تخافي، وإذا هن ما لقوه رح لاقيه بنفسي. وهلأ كمان دري إني حامل، يعني نحن حاولنا نخبي هالموضوع عن الكل، شلون رح نتصرف؟ ما بعرف. إذا راح وقال لأمي أنا شو بدي ساوي؟ شلون رح تتقبل الخبر؟ مستحيل يصير هالشي، عم تفهمي؟ عفواً، عملت زهورات بتشربوا معي؟ أنا ما بدي يسلموا. وأنت رفيف؟ أي ممكن أشرب كاسة. مرحبا أمينة، هلأ لانتبهت. إلك كم ساعة مختفية ديما، كنت رح موت من خوفي. بالبيت قفلت موبايلي هالكم ساعة، حبيت ابقى لحالي شوي وريح راسي. طيب وينك هلأ؟ لساتني بالبيت عم بستنى عمران، هو لهلأ ما رجع. تخانقت أنا وياه امبارح، والحق علي أنا ضغطت عليه كتير. ديما اسمعيني، بعرف إنه رح تقليلي لا تعقديها، بس قصة رفيف صارت عم تعصبني وتوترني. كل مرة بشوفها بحس إني رح موت من الغيظ والقهر. هالبنت حامل من زوجي وما عم بقدر شوفها أو أتصورها. بسيطة، هلأ بس يجي عمران رح أحكي معه. هالقصة طولت كتير أمينة، أنا بحبه لعمران كتير ومو مستعدة نهائياً أخسره. كنت بدي خبرك إنه عمران بيك موجود هون، هو ورفيف قاعدين جوا. عمران عندكم؟ فهميني شو عم يساوي هنيك وبهيك ساعة. خلص ديما ما في داعي تعصبي بنو. ما تجيبي سيرة لمخلوق، أنا جاية فوراً. ما في شي من اللي عم تفكر فيه. ألو ديما، عمران بيك أنت مو على بعضك بنوب؟ لا ما فيني شي. بس هي مو طبيعتك، نظراتك شاردة وهالشي واضح، مبين في شي مضايقك، بالك مشغول وعم بتفكر. محمود هو السبب ما هيك؟ عم فكر بالشغل، هذا هو السبب. مو هيك، الموضوع مو موضوع شغل. أول مرة بشوفك بهالوضع، في تعب وقلق غريب على وشك. لو كنت متوتر من الشغل وقتها بتفرق.
وشو الفرق؟ حالتك هي خوفتني وصار عندي رغبة اهرب. هالحكي في مبالغة؟ لا ما عم بالغ بصراحة، كنت خاف منك بالأول بس بعدين صار الوضع عادي. ما عم أقول هيك لكتر غلبة ولا تفهمني غلط، بس لما حضرتك بتعصب ما بتشوف بعيونك. الحقيقة أخلاقك كتير عالية وما بتقدر تشوف حدا مظلوم. حضرتك شايل هم كل اللي حواليك، ومين ما وقع بمشكلة عم بتساعده، وهي أنا جبت لك هم وأنت صعب عليك تحمل كل هالمسؤولية. إيه مزبوط، بس أنا إذا حبيت تحكي رح أسمعك. لما منشارك همومنا بيخف وزنا، هيك بيقولوا. همومي معقد كثير لهلأ، ما قدرت قرر مين صاحب الحق ومين الغلطان. بلا ما وجع لك راسك، فينا نكمل بوقت تاني، أنا مشاكلي ما بتخلص. ولا أنا. يسلموا إيديكي، شكراً. صحة وعوافي. وقاعد لحالك أنت وياها، مو مشكلة. شوف شو رح أعمل. ما دام حضرتك ما بدك تحكي شي، معناتها دوري اليوم. احكي، عم بسمع. وقت بكون متضايقة في عندي رفيق وحيد بحكي له وبشكي له همي. مين هاد؟ إذا كنت زعلانة أو ضايقة خلقي ومقهورة، بروح لعند هذا الرفيق بدون ما أتردد. مين بيكون هالرفيق؟ رفيقي ضو الشمس، وبالذات عند الفجر. كل يوم بتشرق الشمس وبتنور العتمة. الإنسان بيخلص من الهموم اللي بتخلق بالعتمة أول ما يشوف الضوء. الشي اللي بتستصعبه بالليل بتحسه أخف حمل وأسهل بالنهار. ما بعرف ليش الواحد بالنهار بيكون أجرأ. كل ليل بيجي ورا نهار. صحيح، هو هيك يلي موترك ومخليك بهالحالة. ما بعرف شو هو، بس أكيد رح يمرق ومشاكلك رح تنحل كمان. حكيك صحيح. أهلين ديما. أمين افتحي لي أنا على الباب. بس خلينا بالأول نحكي شوي، لا تعملي مشكلة. قلت لك افتحي الباب. أخذنا الحكي ونسيت الزهورات. لساتها سخنة، بتحب تشرب؟ والله من شوي قلت ما بدي، بس ريحتها حلوة. تفضل لو سمحت. لا شكرا، رح أطلب من أمينة تجيب لي. عمران بيك لو سمحت. لا لا رفيف، ما في لزوم شربية أنت. مو مشكلة، ما لا سخنة. عمران بيك صار لك شيء؟ ولا يهمك، بالأساس ما لا سخنة. قايمة فورا جيب لك تلج. ما في لزوم، مالي موجوع. وين قاعدين؟ ديما استني دقيقة. خلص ولا يهمك. لك عمران؟ ديما؟ انتو شو عم تساووا؟ ما في شيء، شو هالسؤال؟ انت شو عم تعملي هون؟ لا انت اللي شو عم تعمل هون؟ لك فهموني شو عم بيصير؟ خير زياد بيك، شو في؟ عم يوجعك شي؟ كنت عم فكر بعمران وديما. اسمعي نعمة خانو، حاسس انك بتعرفي شي وما عم تقولي لي اياه. معقول هالحكي اللي عم تقوله زياد بيك؟ عن جد صاير شكاك وما عم تصدق حدا. انت يعني ما بتعرف عمران قديش بيحبها لديما وقديش ديما بتحبه؟
بكرة بيتصالحوا لكأنه صار شي، وانت بتكون زعلت على الفاضي. يلا حط راسك ونام مرتاح. يلا الله يهدي بالك ويريحك. ويريحك نعمة خانم، ويهدي بالك. انت شو عم تساوي مع هالمخلوقة بهالوقت المتأخر؟ انت اللي شو عم تقولي، فهمان الموضوع غلط. لا فهمان الموضوع صح. انتو لشو عم تخططوا؟ لك انت شو عم تساوي هون؟ هاد زوجي انا. ديما شبكي، ما بدي اياها تضل ببيتي، ما عاد بدي اياها لا لا الا ولا اللي ببطنها. الا من هون يلا هلا، طالعة من حياتنا. لك ديما اسكتي ولا تخليني اعصب. لساتك واقفة؟ يلا خدي غراضك ونلعي، يلا نلعي من هون، نلعي. وقفي شوي رفيف، نحن ماشيين سوا. لا عمران. وانت اذا ما رجع لك عقلك اصحك تحكي معي. روحي. ليك عمران، اذا مشيت معه ما رح تشوف وشي مرة تانية. رفيف يلا. معقول اللي صار؟ تركني هون ولحق لهديك؟ قولي لي شو معناته اللي سوا؟ ليك بصراحة أنت فهمتي كل اللي صار غلط. أمينة شو هو اللي فهمته غلط؟ لو ما خبرتيني ما كنت رح أدرى بحياتي. هون بيت أبي أنا، عمران شو كان عم يعمل فيه؟ حبيبتي رؤي، في شغلة ما بتعرفيها، محمود كان هون الليلة. صرتي أحسن؟ أحسن. بعتذر بالنيابة عن ديما، عم تمرق بوقت صعب، رح أحكي معها بس تهدى شوي. خلاص ما في لزوم، أنا مالي زعلانة على اللي صار. لا، اللي عملته ما بينغفر. ماني مصدق اللي عم بتقولي لي إياه. لك انتي ليش ما قلتي لي من اول شيء انه محمود كان هون اليوم؟ حاولت خبرك بس انتي كنتي وقتها معصبه، فجاه سكرتي بوشه وما سمعتي كل اللي كنت عم قلك اياه. لنفترض كان هون لحتى يحل هالقصه، وخاف على رفيف وعلى الولد اللي ببطنه. مو مشكله، بس ما شفتيهم ماسكين ايدين بعضهم هلا؟ ليكي ديما، لا تحاولي تبرري اللي عملتي، انتي بتعرفي منيح انه اللي شفتيه ماله معنا بنوب. انا رجعت خربت كل شيء بايدي امينه. مظبوط، حكيتي حكي مانو مقبول، وما عندي فكرة كيف رح تقدري تصلحي هذا الوضع. يا ريت ما عرفناها لهالمخلوقة، يا ريت. شو كارشكي دودا تتريور دالار تتريور دالار. Benim gönlüm arzu çeker tomurcuk güller. Benim gönlüm arzu çeker tomurcuk güller. Kader kısmet böyleymiş, ne yapsın eller. هالغنية حلوة ما هيك؟ حلوة كتير ومشهورة هون عنا. أنا بكون ديما مرته لعمران بيك. راجع على شغلي. قلي لي، أنا ضايقتك بشي؟ كنت أخذ استراحة 5 دقايق وما حسيت وقت أجيتي حضرتك. أنتي قديشك حلوة وناعمة. سمعت إنه البنات هون حلوين، هلأ شفتهم. شو اسمك؟ رفيف. انبسطت بمعرفتك رفيف. شكراً. شكراً.
عمران بيك. هلأ شو لازم نساوي؟ كرم بيك صار عنده علم أني حامل ويمكن يحكي لحدا من العيلة. لا تشغلي بالك، كرم بيسمع كلمتي، أكيد ما رح يحكي. خالي، أنا شكلي وقعت وما حدا سمع علي. حلو هالخبر، مين هي؟ ما بتتذكر البنت اللي شفناها بالعرس؟ رفيف. فكرت منيح بهالموضوع؟ خالي أنت بس وصاد فيني، نهاية هالقصة رح تكون حلوة. رفيف؟ أنا بحبك بجنون. احكي بقى خالي شو يلي ما بعرفه أنا؟ بحياتي ما سمعتك عم بتعيط بهي الطريقة. شو الموضوع خالي؟ ما عندك تبرير بنوب؟ هوت، لا تفتح هالموضوع، ما عندي شرح بنوب. لا خالي، أنت في عندك شرح، حتى إذا ما حكيت لي أنا رح أعرف لحالي. عمران بيك، أنا بعتذر من حضرتك على اللي صار. كان ممكن تصير شغلات بشعة كتير وكلها من تحت راسي أنا. عمورتك دائماً معي بالمشاكل، وفوق الولد يلي ببطني وابن أختك، أنا من غير قصدي خاطرت فيهم. أنت كيف فيك تكوني قوية هالقد؟ كيف ما فهمت؟ رفيف، نحن اللي عم نخاطر فيكي، نحن دخلناكي بهالقصة وطلبنا منك تحملي هالجنين. أبوكي اللي رماكي بهالمشاكل ما حماكي ولا يوم بكل حياته، حتى هالتافه محمود خاطر فيكي وما حماكي. فكر حاله إذا خوفك بيكون بحبك، بس أنتي رغم كل هالظروف واقفة على رجليكي وقوية وقدراني إنه تفضلي الكل على حالك. من وين بتجيبي هالقوة؟ ما بعرف، يمكن هالقوة من البيبي اللي حاملته جواتي، من ابن حضرتك. ممكن يصير هالشي؟ يلا طلعي نامي، لازم ترتاحي، كان يوم متعب. ما بدك تنام؟ رح أسهر لشوف ضوء الشمس. تصبح على خير. Thank you.
رفيف يا عمري، صباح الخير يا حبيبة قلبي. أنت صباح النور. شو أمتى رجعتي؟ مبارح بالليل أنت كنتي نايمة، رح ترجعي تتركيني؟ والله ما بعرف، نعمت خانم قالت لي رح تضلي كم أسبوع. إيه هيك المفروض، بس مبارح بالليل قالت لي رجعي، أمتى رجعت بسرعة. المهم رجعتي، اشتقت لك كتير وفرحت لما شفتك. يلا حبيبتي خلينا نضب التخت مشان ننزل نفطر سوا. طمنيني انتي كيفك؟ منيحة، كنت مشتاقت لك وانبسطت لما شفتك. أميني أنا رح روح. لوين رايحة؟ كنت عم جهز الفطور. يسلم ولا تواخذيني، معلش خليني روح بأسرع وقت وأعتذر من عمران. إيه ورفيف، أنتي مو ناوية تعتذري منا؟ لا طبعاً، رح لاقي طريقة لأخلص منها. وإذا ما قدرتي شو رح تساوي؟ ما بعرف أميني، فكر بالموضوع. ديما بترجاكي هداك الدواء بلا. ليك أميني لشو هالحكي هلأ؟ يلا باي باي. صباح الخير يا روحي. صباح النور أمي. ديما مالها هون؟ ما رجعت معي، ضلت ببيت أهلها. ليش ما أجيت؟ ما في شي، هي هيك حبيت. لسه الأمور معكرة بيناتكم؟ ممكن نحكي بعدين، هلأ لازم أطلع على الشغل. بابا بغرفته، عاوزه بموضوع مهم. هو من الصبح بكير طلع مع أخوك يعقوب بالسيارة على الشركة. تمام. أمي لا تكوني بالصورة، مبارح جبت رفيف ليك بغرفتها. شو عملتوا؟ قدرتوا تلاقوا لنادر؟ طبعاً لقيته، ما بيهرب مني، ورجالي هلأ ناطرين قدام الأوتيل اللي نازل فيه. إيه؟ أنت لا تشغل بالك، هالموضوع عندي أنا. أصحك عمران يعرف شي، انهي القصة بلا شوشرة. رح ننهيها بابا، أكيد رح ننهيها. أنت قد ما بنخاف عليك. إن شاء الله فيها العافية نادر بيك. يسلموا إيديك. أهلين حبيبي كرم. عمو إياد كيفك؟ إذا ما عندك شي اليوم فينا نلتقي؟ لأنه آخر مرة قلت لي في عندك حكي وطلعت مستعجل، وبعدين اتصلت فيك أكتر من مرة وكان موبايلك مسكر. بهالكم يوم كنت مشغول شوي، بس فينا نلتقي اليوم أكيد. عندك حق، خلينا نقعد لأنه في حكي كتير بدي لك يا. إيه بشوفك هنيك، ما في مشكلة بالوقت. يلا حبيبي كرم شوفك. شوفك يلا باي باي. الأحسن إنك ترتاح بعد جلسة الكيماوي نادر بيك. بس بظن إني ما عندي وقت كتير لأرتاح، وهالشي واضح. والله لا أنا ولا أنت بنقدر نعرف هالشي هلأ. من اليوم ورايح حابب إني أقضي الأيام الباقية من عمري مع مرتي وابني. أنت بتعرف شو لازم تعمل طبعاً عند الحاجة، بس بتاخد مسكنات، هني معك ما هيك؟
ايه المسكنات معي. يسلم. الله يسلمك، خليني ساعدك لتقوم. عن اذنك. اذنك معك، مع السلامة. خالي، صباح الخير. صباح النور. شو عملتوا؟ صار شي جديد بخصوص محمود؟ لا والله، ما في شي جديد. لا تواخذني خالي، عملوا حالي هلا أكثر من قبل على اللي عملته. يعني لما قلت لي في شغلات أنت ما بتعرفها عن رفيف، فعلا كان معك حق. انسى بلا ما نحكي بهالموضوع. معقولة خالي؟ وقتها حكيت معك بطريقة بشعة، وقللت احترامي معك. ليك إذا ضليت عم تحكي بالقصة، رح يصير عندك ذكرى جديدة رح تحب تنساها. إذا جاهز خلينا نمشي. خالي أنا عندي شغلة وبلحقك بعدين. ماشي؟ ماشي، بس لا تتأخر. لا ما بتأخر. مرحبا عمران، ممكن نحكي؟ لازم اطلع على الشغل بسرعة، شوفك بعدين. فوتي لقلك فوتي. احكي لي لشوف شو صار مبارح المساء. نعمت خانم، الأحسن إنه تسألي عمران بيك شو صار بلا ما أحكي أنا. أنا عم بسألك إلك، بدي أسمع منك شو اللي صار لحتى رجع عمران جابك على البيت. شو بلشتي بالمدرسة؟ لا والله ما بلشت، بس مشان ما لاقي صعوبة قلت لحالي باخد فكرة عن الدروس. عم تدرس بكلية الهندسة مو هيك؟ ايه، ورح صير مهندس. كيف ملاقيها؟ مبسوط هنيك؟ حاليا ماشي الحال، بس بعدين ما بعرف شو ممكن يصير معي. سليم لا تتشائم، الله يوفقك. تفائل شوي، هي عم تدرس فرع بالجامعة وفوقها عم تدرسه بمكان حلو مثل اسطنبول. أنا ما كنت بدي أدرس باسطنبول، يعني كنت بحلم أكثر أدرس بأنقرة أو برا البلد. ليش يعني؟ كنت حابب بعد عن اسطنبول وعن عقلية الطلاب هون، رفقات جداد وحياة جديدة. أنا كمان كنت أحلم على طول إنه تطلع لي جامعة وإجي على اسطنبول. بالآخر إجيت لهون الحمد لله، وناطرة لسجل بالجامعة. أنا جاهزة. نحن رايحين نشوف فيلم، إذا بتحبي تعي معنا. ما فيني اليوم، رايحين نزور أمي، وقال كنت بتمنى أروح معكم. معناتها خلص المرة جاي منروح سوا، اتفقنا؟ اتفقنا. يلا بشوفك. الله معكم. كل الحق على ديما. ديما طلعت عن الأصول على الأخير. هي عم تمرق بوقت صعب، أنا بصراحة متفهمة وضعها. زعجها موضوع الحمل. أنا ما بفهم هالشي. لا، العيب مو منك، وكل اللي صار فينا كان من تحت راس الخانم. وبدل ما تسكت وتقعد عاقلة، كل يوم بتعمل مشكلة شكل، كل يوم بتعمل مصيبة. يعني عمران قديش رح يستحمل ما بعرف. بكرة رح يجيهم الولد، لا تقولي هيك لو سمحتي. مع أنه مبارح المسا ديما خانم قالت أنه خلص ما عاد بدها البيبي. هيك قالت؟ ايه، نعمت خانم كانت عم تحكي ومقهورة، حكيت كأنها تخليت تماماً عن البيبي وحسيتها كتير كرهانته. قلتك بيعملوا هيك شيء أو بيتخلوا عن البيبي يعني؟
معقول هالحكي اللي عم تحكي بنتي؟ نحن قديش عانينا كرمال يجي هالولد، كلنا ناطرينه حتى يجي على هالدنيا، وانت بتعرفي هذا الموضوع. انا مالي امه الحقيقيه، بس تعودت على الفكره، واذا صار له شيء رح كون مقهوره. لا انت لا تحملي هم ابدا، انا بعدني ما متت وما حدا بيسترجي يأذيه للبيبي.